بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نواصل الحصص ديالنا كما المعهود في لوفغ ديالنا كي اي لو ديرني جور دان كونداني أمور. الرومان ديال فيكتور هيغو سبقنا هضرنا على علاش تكتب هذا الكتاب، كيفاش تكتب، يعني الملابسات اللي تكتب فيها الكتاب. هضرنا على لي زاكس كي سون تري امبورطون في لا ليكتور ديال هاد لوفغ، هذا منهم لانونيما دو ناراتور، لانونيما دو كونداني. فهمنا من الشرح الاول ان الهدف رقم واحد عند فيكتور هيغو من هاد لوفغ هذا ماشي هو الشهره ولا شي حاجه اخرى. عرفنا على فيكتور هيغو من الحياه ديالو انه انسان اللي ما كانش هو محتاج للفلوس، يعني كان في عايش في واحد العائله اللي هي اصلا ايزي بحكم العمل ديال باه ماما اوسي التربيه ديالها فين تربى وفين قرا، يعني هو ماشي شي انسان اللي كان الهدف ديالو مادي. الا جينا نهضروا على الشهره يكفي اننا نقولوا ان الغومون فاش تكتب المره الاولى تكتب تلاح بليطو، يعني تحط في الناس باش يقراو سون سافوار كان فيكتور هيغو هو الكاتب ديال هذا ديال هاد لوفغ هذا كي هي لو ديرني جور دان كونداني. يعني ركزنا على ان لانونيما هو واحد الحاجه كي هي تري امبورطونت. لانونيما يعني انونيم ما معروفش، لو كونداني امور ما عرفناش شكون هو، ما عطاه السميه فيكتور هيغو كما قلنا باش كل واحد منا يحط راسو بلاصه داك الكونداني امور. عطى ان سيتوياسيون سوسيال قلنا ان بير ان ماري اي ان فيس اللي يمكن كل واحد فينا يكون فيه، ويمكن لكل انثى تكون تقدر تكون الا ما كانتش ام راه هي اخت بلوتو، الا ما كانتش ام راه هي زوجه، الا ما كانت زوجه راه هي بنت، يعني ضروري هي والده شي واحد، هي ما جاتش من فراغ. يعني عطى واحد لي سيتوياسيون باش كل واحد يحط راسو بلاصه هذيك سميتو. هضرنا على لي فورس ماجور اللي كانوا في ذاك الوقيته، واللي علاش حنا فاش نهضروا على لا بين دو مور في ذاك الوقيته ما خصناش نخلطوها بهذا الوقت هذا. ان هذا الوقت هذا كاين فيه محاكمه وكاين فيه ملابسات وكاين وكنحاول نطبقوا روح القانون في بعض الاحيان ماشي القانون، لكن في ذاك الوقيته قلنا ان لو بوفوار كان عند ثلاثه د الحوايج، كان عند ليغليز عند لاغمي وعند لي نوبل. ليغليز اذا بغاو شي واحد بغاو يحيدوه من طريقهم يكفي انهم يتهموه بشي تهمه يعني تكفيريه ولا شي حاجه صافي غادي يحكموا عليه بالاعدام. لي نوبل اذا شي واحد عارض شنو بغاو هما يديروا في فرنسا، يعني قوانين ولا بغاو ينهبوا الناس ولا الاسكلافاج والعبوديه ولا يكفي انهم يلقاو ليه شي حل باي طريقه وغادي يعدموا. لاغمي بيان سور لانها كانت اون فورس ماجور هذيك الوقيته، حتى دابا كان عارفين ان الدول اللي عندها قوى عسكريه ضخمه راه هي اللي كتحكم في العالم، يعني هذا الشيء لحد الان ماشي شي حاجه اللي جديده علينا. وقص على ذلك اشياء اخرى. دونك فيكتور هيغو فاش جاي يحارب لابين دو مور في هذه الوقيته كان بالنسبه ليه واحد لابين دو مور واحد الحاجه اللي هي تعتبر هو طغيان، يعني كيفاش نحيدو اون تيت كي بونس كي ريفليجي ونخليوها كتحرج من حدا لا جيوتين باش تبدا انفو ينفول كي لو سي ميم با انه ممكن هما اللي يكونوا تابعين هذاك الشخص، يعني هما هو اللي جاي ينوتهم ان لو ساف ميم با، لكن هما ديك الوقيته غاديين يضحكوا غاديين يلعبوا وكانه شي فيستيفال ولا شي حاجه. المهم هضرنا على بزاف الاشياء اللي بغى يشوفها راه يقدر يرجع للجوج، لا السلسله الاولى ديال لو كونداني امور اون جينيرال، لا السلسله الثانيه اللي سميناها كونداني امور لو ديرني جور دان كونداني ايتود. هنا دابا غادي ندخلوا باش نهضروا على لو شيما ناراتيف وباش نهضروا على شاك شابيتر. ملي تنقولوا شاك شابيتر خصكم تفهموا واحد القضيه، الرومون ديالنا راه فيه حوالي 49 شابيتر. 49 شابيتر كيفاش حنا كنلقاو راسنا بيناتهم؟ كما قلت لكم في الفيديو السابقين كنلقاو راسنا بيناتهم بلي زون دووا. علاش؟ لان الوقت عندنا فيه واحد الخلط كبير، حيت كاين لو طون كما قلت لكم بسيشيك وكاين لو طون فيزيك ولا لو طون غيال. لو طون غيال ولا لو طون فيزيك كما تسولت واحد الكومونتير وكنشكركم على التفاعل ديالكم وعلى لي كومونتير ديالكم، وكتعجبني الاسئله ديالكم لان الاسئله تدل على ناس
تابعوا الفيديو ولاو كيفكروا بطريقه مختلفه ولاو تيطرحوا اسئله بطريقه مختلفه. ان دي كومونتير اللي كنت نشوف قبل كنت نشوف ناس كيقول لك شنو هي هذه باللغه العربيه، شنو هي الترجمه ديال هذه. هذا الشيء حنا كنشرحوا باش تفهم باللغه ديالك الام، لكن من بعد الفوكابولير اذا ترجمنا لك الكلمه راه ما تعرف ما تكتب في الاكسبرسيون. الكلمه الا ما فهمتيهاش قلب عليها في الديكسيونير.